لقيت هيك خبري صراحة كتير غريب. هلا بعيدا عن العادات والتقاليد وبعيدا على الأعراس المتداولة والطبيعية اللي إحنا دائما بنعملها، اللي هي بتكون يا إما بقاعات يا إما مثلا بتكون بصلاة الأفراح، أو حتى ممكن إنه يقتصر الموضوع خصوصا مع كورونا إنه ينعمل على الضيق العرس في البيت. صحيح. هذا الإشي اللي إحنا بنعرفه 100%. طب شو رأيك بعرس ينعمل بالفضاء؟ يا سلام، هذا الخبر اللي قرأتيه متحمسة أجي أحكي لك. هذا خبر غريب فعلا. شو وضعه؟ احكي لنا تفاصيله. هلا هو بفلوريدا الخبر لسه، وراح يحل بعام 2024، ولكن راح يكون العرس عباره عن كبسوله. هاي الكبسوله بحملها بالون كثير كبير، حجم الكبسوله يعني تقريبا حجم ملعب كره قدم. الرحله راح تستغرق 6 ساعات روحه 6 ساعات رجعه، في كل سبل الرفاهيه طبعا، حتى جميل. واي فاي موجود فيه، فانت بتاخذ معزيمك وعروستك وكل شيء وبتطلعوا على الفضاء تعملوا العرس. طب بتعرفي بفكر بشغله، لو دينا عمل إشي زي هيك بالأردن هل ممكن نلاقي طريقة لموضوع الفاردة وتزمير السيارات؟ ما في فاردة، يمكن حتكون الفاردة وانت طالع. ما حيكون، فحيخسروا الناس. بس أنا لازم أنوّع على شغلة، إنه أكيد هذا الإشي رح يكون باهظ الثمن. أكيد طالما إشي له علاقة بالفضاء أكيد. فهو كتير غالي. طيب أنت عندك استعداد تعمل هذا الإشي مثلا أحمد؟ هو باهظ الثمن ولا بس يبطل باهظ الثمن؟ لا، أو هو باهظ أو هو مش باهظ كمبدأ، خلينا نحكي. مش كتير بصراحة. يعني من اهتماماتي يعني إيش بالفضاء وست ساعات بده كتير وقت عم تحكي. فليش حتى لو بحجم ملعب كرة قدم وغيره، لا مش من اهتماماتي بصراحة. مين تتوقع أن يكون الفئة المستهدفة معناها؟ لأنه أكيد طالما طرحوا هاي الفكرة فمعناها في ناس كتير رح تستسيغ هاي الفكرة. يعني الشريحة اللي هي قلائل، اللي هم جدا جدا يعني اصحاب الثراء الفاحش عالي جدا. بس انا كمان ممكن ما اطلع لسبب، بكون حاسب موضوع النقوط، كيف حينقطوني فضائيا؟ والله اللي بحبك يا احمد رح يجيك لو على الفضاء. ما صعبه. لا ما بتعرف، والله اللي بحبك جد رح يجيك لو على الفضاء ورح تاخذ نقوطك، رح يكون عرس رهيب وحتكسب صور حلوه. هو هاي كنت اسالك، في مميزات يعني للموضوع؟ هلا شوف، ممكن تكسب شهره، رح يكون انت حديث العالم كله، حتى مش بس حديث بلدك، بالإضافة لأنه رح تكون أول حدا بيعمل عرسه بشكل غريب بهالشكل هذا وبالفضاء، وصور حلوة. حلو، يعني خبر غريب، وأكيد أنا مع أنه أي شيء في له زباينه بالأخير. أكيد طبعا. طيب في تقرير أخذنا هيك رأي الشارع الأردني عن هذا الموضوع، خلينا نشوفه سوا ونرجع مع بعض. البوفيه بيطير، كساد بيطير، أسد بيطير. يعني ممكن يكون العريس والعروس بالمريخ وإحنا بزحل، قاعدين بندب. بس المشكلة كيف أنا وصل لهم نقطهم. ما هو الواحد يعني بكون بالجو طاية وخارج كلها ترددات الفضائية والهواء، فواحد بكون مش عارف يعني إيش يعني. كلها بكون الناس كلها بتلف حواليك إذا كان وعزيم وأمور كلها، فلخبطة. يعني خلينا نقول لو شفنا عرس الفضاء بنلاقي الكراسي طايره والبوفيه طاير والناس طايره، كل شيء يعني بالهواء تشوف كل شيء طاير. كيف راح يدبكوا؟ تلاقي ناس طايره والاحرى فيش حدا بيكون، بتخيل انه ناس طايره زي هيك. راح يكون الزوار فضائيين يعني، وبس يعني عرس فضائي. يعني ممكن تلاقي لك العروس طايره، العريس طاير، اللورد كله كامل رايح، يعني كل المعازيم راح يطيروا، ما فيش مكان راح يقعدوا فيه. واغرب شيء ممكن تلاقي لك واحد طلع لك فجأة زي هيك لابس لك رائد فضاء، نقول لك تعال شو بتسوي؟ يعني فرح واضح انه آراء متفاوتة. أنت حاسستك بتحكي معي بصيغة إنه أنا مأيدة هذا الموضوع، عشان يعني تكونوا عارفين أنا عندي فوبيا من المرتفعات، مستحيل أعمل هذا الشيء. بس ما عندك فوبيا كان حتطلعي؟ لا صراحة أنا بحب فكرة أعراسنا، يعني أنا نوعا ما محافظة لفكرة العادات والتقاليد اللي إحنا متعودين عليها، فخلص يعني فكرة غريبة ممكن إنها تكون حلوة ولكن في إلها شريحة مستهدفة، إحنا مش من الشريحة المستهدفة. يعني واضح كمان من آراء الشارع، الآراء متفاوتة بس المعظم بيستهجن هالفكرة وبيشوفها إنها غريبة.